جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا كثير من الناس يسأل عن الموت في يوم الاثنين شيخ صالح، هل له مال يوم الجمعة؟ نفس الشيء، ما شاء الله. لا أعلم فيه دليلا خاصا، ولكن يوم الجمعة لا شك أنه يوم عظيم، يوم ثبتت الأدلة بفضل يوم الجمعة. أما يوم الاثنين فلم يرد فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، لأنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الرب سبحانه وتعالى، ويحب صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله وهو صائم. نعم.